آثار القصف العشوائي على حي المرجي، مدرسة الصناعة 5/8/2012. هاي إصلاحاتك يا بشار. طلي طلي رشاش. آثار القصف العشوائي على حي المرجي حلب 10/8/2012. هاي إصلاحاتك يا بشار. هاي الإصلاح اللي وعدنا فيه بشار، تبنيين مدارس. صور صور هون هون، فرش فرش، كم قذيفة ضرب، ضرب بالأرض كم قذيفة صغار، بالأخير راح ضرب وحدة كبيرة هون. صاروخ عبر القارات عم بضربنا. هذا ما وعدنا به بشار من الإصلاح. تدمير المدارس. رجب. الله أكبر. هذه مدرسة الصناعة الخامسة. بعد في واحد المباني ما بعرف وين هو مخزن فيهم هون ناس. الله اكبر. بس انا وما بنعرف، قالوا لنا في بنيش لنظهر بحمزه الله اكبر. يرجع يكسر في هذا ما وعدنا به بشار من الاصلاح. دمر مبنى مدرسه الصناعه الخامسه 10/8/2012. بشار يا بشار، انا بحسن اقول لك شكرا بس على شغله واحده، انك عم تبعتنا على الجنه، وان شاء الله نحن وراك 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 وراك، اما النصر او الشهاده.